الوليد كمال منذر بنحييه تحية غالية برضو لعشانه تحية برضو لعشقاطر الشيخ بدر الدباس اللي بيحييك مرة مليون مرة الشيخ بدر الدباس وتحية للشيخ تامر الدباس في غيابه وحضوره اللي بيحييك والبشوية بيحييك النمر المعلم عصام بيحييك كمان بيه تحية البشوية بتحييك بنقول برضو للشيخ محمد الصباح اللي بيحييك كمان بيه تحية برضه من الشيخ محمد الصباح اللي بيحييه تحية برضه عشانه تحية برضه الحاج خالد مسعود الحاج خالد مسعود والمسعيد بيحيي إمام بيه برجو كل برايكة المعادي الباشا محمد مصطفى كوتش مصر كوتش مصر اللي بيحييه وبنقول إمام بيه بنقول برضه البرايكة المعادي ونقول الشغل والكلام برضه عشانه اهو الله تحية برضو للسيادة المستشار سالم بيه برضو بيحييه كمان بيه والكابتن محمود سالم وبرضية تحية غالية برضو عشانه وبنقول برايكة المعادي وتحية الحاج عادل سلامة الحاج عادل سلامة الله راس علاء ونقول لمين بيه وتحية الحاج عادل سلامة وتحية برضو العمدة كمال عبد عال بيحييك العمدة كمال عبد عال وتحية برضو الشيخ ارضو عشانه قال بمس والصف عليه الحاج سيد بهناسي الحاج سيد بهناسي بيحييك كمال كمان تحية ابو كدي الله الله ايوه معلم بنقول ابو كريمة ويحيي برضه بركة المعادي بنقول لمين بيه تحية ابو مودي ابو كريمة بيحييك ابو مودي تحية ابو كريمة اللي بيحيينا وبنقول بركة المعادي اللهم صل على النبي اهو وعقبال بيلك مودي بيه البيه اسم بيه تحية برضه لعبد الله بن لبيدي اللي بيحييك كمان بيه عبد الله بن لبيدي اذكر الله